أعلنت وزيرة الصحة والسكان هالة زايد إنتاج 15 مليون جرعة من لقاح ساينوفاك على أن يتم توريد أول مليون جرعة في المراكز الطبية بدءا من الغد. وخلال مؤتمر صحفي بشأن مستجدات لقاحات كورونا، أكدت الوزيرة أن اللقاح المصري يقلل نسبة دخول المرضى إلى المستشفى بنسبة 90%. تم إنتاج، إحنا دلوقتي ما عندنا إنتاج ل 15 مليون جرعة من فاكسيرا ساينوفاك. بدء توريد اللقاحات اللي تم تصنيعها، أول مليون جرعة هيتم توريدها لمراكز اللقاحات ابتداء من الغد في جميع المحافظات. الطاقة الإنتاجية لفاكسيرا ساينوفاك من 15 مليون ل 18.5 مليون جرعة شهريا، وده طبعا هيحل مشكلة كبيرة جدا في مجال توفير اللقاحات. زي ما انتم شايفين التحدي الكبير في توفير اللقاحات اللي هو مش ملوش علاقة بتوفر الفلوس قد ما قدرة التصنيع في العالم كله محدودة للغاية، وعشر دول في العالم قدرت انها تاخد 80% من الانتاج العالمي.